السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دي كاميرا افتراضية ضفتها لبرنامج كامتازيا اسمها سناب كاميرا، تمام؟ مجرد ان انت تيجي هنا وتختار نوع الكاميرا فبيظهر معاك المؤثرات دي كلها. خلينا نشغل مثلا برنامج زي او بي اس استوديو، تمام؟ ممكن تختار كاميرا برضو بحيث ان هو برضو هيلوت من الشاشة بالشكل دوت، فدي حاجة ميزة. طيب تعال نجرب أشكال تانية، تمام؟ في مثلا إن أنا ألبس النضارة بالشكل دوت، في إن أنا أعمل الخلفية، كنا ساعات بقى بنقعد نسطب زوم والحاجات دي كلها. طبعا في أشكال كتيرة جدا يعني، تمام؟ ممكن تغير خلفية، ممكن تعمل شعر، ممكن تعمل حاجات رهيبة يعني، مؤثرات فلاتر قوية ومتنوعة كتير جدا. ممكن مثلا تلبس نظارة زي كده، ممكن تخلي شخصك يعني شخص كاريكاتير، ممكن تعمل نفسك عضلات، ممكن تعمل كأنك انت بتلعب رياضة، ممكن تختار شخصية كرتونية، انت اللي انا اللي بتكلم، تمام؟ وهكذا. ممكن تركب الحاجات الدقن والحاجات ديت. في حاجات بتبقى قوية وفي حاجات بتبقى ضعيفة، ممكن تحط ورد، ممكن زي ما انت عايز يعني. ممكن تكون انت عايز تعمل فيديو بس ما تظهرش بوشك، ممكن تظهر بقفاك عادي يعني. ممكن تختار شكل الباندا بالشكل دوت او اي شخصية كاريكاتيرية، فهو عامل شخصيات كتير جدا يعني، ما اعرفش ايه الشخصية ديت. فهو ظريف لو انت عايز تعمل فلاتر في الكاميرا من غير ما تبذل جهد او تستخدم برنامج فلوس او تستخدم برنامج مش مخصص لكده. لا، هو على طول بيعمل كاميرا افتراضية. لما باجي هنا بقدر اختار الكاميرا اللي هتظهر، تمام؟ اهي ديسبلاي كابتشر، فممكن اختار اي كاميرا انا عايزها فيبدأ يظهر لي ديت سناب كاميرا، او ممكن اختار الكاميرا الافتراضية. يعني في كذا كذا نوع من انواع الكاميرا اقدر ابدل بينهم. ده برنامج تاني بس خلفية، بس بغير خلفية ده.